تجربتي مع تويتر بدأت في عام 2010 عندما انضم الرئيس الفنزويلي أوغو تشافيز إلى تويتر، وأصبح تويتر مصدراً هاماً جداً للمعلومات. إن أنا بربي عند المتلقي أو المشاهد أو المتابع عقل تحليلي يعرف يصدق أو ما يصدقش. أنا فخور جداً بعض المعلومات اللي حطيتها أو كنت أحطها أو بعض السلوك اللي أنا كنت أنتهجه في تويتر تحول إلى تجارة. يمكن أحد التويتس اللي أنا كتبتها من تقريباً كذا أسبوع أظن تنظف الفكرة عن تويتر هي أن انباع إنستغرام. إنستغرام انباع مليار دولار، وإنستغرام كان يعني 551 days الشركة هاي بعدها ما عملت بروفيت.